وما زالت بعض اللجان في البحيرة وفي قنا في القاهرة فيها توافد ناخبين، ما زال العمل جاري على قدم وساق بشأن الانتهاء من كافة الناخبين لمغادرتهم مقر الانتخاب. ونتابع العمل مع جميع السادة الرؤساء اللجان العامة حتى ناخد تمام بانتهاء كافة اللجان الفرعية إن شاء الله. مساء الخير، مع احمد بيه حسن رئيس اللجنه العامه مركز اسيوط. طلعنا يا فندم عن العمل عن سيادتك. الحمد لله رب العالمين، ان العمليه الانتخابيه تسير على خير ما يرام. بانل تاريخي، انا عندي يعني عدد مقيدين عندي حوالي 330,000، حضر لحد الان يعني 60%. اللجان برضه سعادتك فيها تزاحم شديد، يعني بصراحه انا بشكر المواطنين في الاول اللي هم شعروا المسؤولية تجاه الدولة، وبشكر القضاة اللي هم باذلين بصراحة جهد بصراحة يعني غير مسبوق. ده واجب وطن يا فندم، واحنا كلنا بنشرف ان احنا بنخدم بلدنا، والشكر جزيل لحضرتك. كام لجنة فرعية عند سيادتك فندم؟ 46 لجنة معي. فندم في اي ملحوظات؟ كله غلط ولا سعادتك موفر لنا الهيئه العليا للانتخابات موفر لنا كل سبل الراحه بصراحه، يعني الحمد لله. تم غلق اللجان جميعا ولا لسه في لجان عند سيادتك شغاله؟ بالنسبه للمركز اسيوط سعادتك تمام الانتهاء. طيب شكرا جزيلا مع سيادتك، وان شاء الله باكر مع حضرتك برضو متابعه ان شاء الله. شكرا يا فندم. ان شاء الله. معالي المستشار ابو بكر بيه ابراهيم رئيس اللجنه العامه مركز اخميم. يا فندم الحمد لله عمليه الانتخابيه سايره على خير ونورام عندنا هنا. انا عندي 55 لجنه فرعيه ولجنه توافدين، عدد الناخبين عندي 249,200، الاقبال عندي كبير جدا من امبارح وزاد جدا النهارده خالص، تعدى 50% عندي بكتير النهارده، واللجان الفرعيه كله قفل عندي الحمد لله من ربع ساعه تقريبا اخر لجنه قفلت. في اي معوقات خلال اليوم يا فندم ولا الامور الحمد لله؟ القضاة كلهم موجودين من قبل 9 في اللجنة الحمد لله، من 8:30 كله كان متواجد عندي، وآخر لجنة قفلت من ربع ساعة، كان في ناس جوه جمعية الانتخاب وكله صوت الحمد لله. الشكر فندم، شكرا جزيلا. طبعا برضه هعيد على سيادتك إن حتى البطاقة المنتهية يجوز للناخب يدلي بصوته حتى لو البطاقة منتهية. فعلا حصل النهاردة كان في كذا بطاقة منتهية ونبهت على رئيس اللجنة الفرعية يصوت عليها. الشكر يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. مع المستشار محمد بيه عبد الكريم رئيس اللجنه العامه في قسم الساحل القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اخبار اللجنه عند حضرتك؟ معالي احمد بيه، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم. عدد اللجان الفرعيه اللي تابعه لشرف سيادتك؟ احنا عندنا 40 لجنه فرعيه، واجمالي عدد المقيدين من لهم حق الانتخاب 487,000 ناخب، وعندنا 3 لجان وافدين في و16 مقر انتخاب. وانا عايز اسجل بس لحضرتك ان العمليه بتسير الحمد لله بشكل منتظم بفضل يعني ما وفرته الهيئه الوطنيه للانتخابات من وسائل ومن استعدادات، وببلغ امانه الساده القضاه ان هم يشكروا الساده القائمين على الهيئه الوطنيه للانتخابات ومعالي احمد بيه البنداري. شكرا جزيلا لسيادتك فندم، شكرا لسيادتك على الجهد العظيم المبذول في هذا الاطار ان شاء الله. يا فندم ده واجب وطني علينا جميعا. كمان انه احنا تنفيذا لتوجيهات الهيئه الوطنيه للانتخابات بلغنا الساده الزملاء لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، عندنا عدد من اللجان كثير في دائره قسم الساحل، ما زال الناخبين محتشدين امام اللجان الفرعيه، والزملاء تم التنبيه عليهم الى استمرار العمليه الانتخابيه حتى الانتهاء من الساده الناخبين امام المقر الانتخابي في الحرم الانتخابي الذي حدده رئيس كل دائره ولجنه فرعيه في دائره قسم شرطه الساحل. بالفعل يا فندم، هي غرفة العمليات هنا رصدت الكثافات اللي موجودة عند سيادتك في الساحل، وعشان كده برضو احنا وجهنا باستمرار العمل في اللجان لحين الانتهاء من آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب. وبشكر حضرتك والسادة القضاة جميعا والمواطنين المتوافدين لمباشرة حكومة السياسية. شكر جزيل لسيادتك يا فندم. معالي المستشار نادي بيه عبد الحفيظ رئيس لجنة متابعة محافظة أسيوط. مع سعادتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم.
الحمد لله بدأت اللجنة وكان فيه زيادة وكثافة منذ قبل بداية اللجنة، والعدد اللجان الفرعية عندنا حوالي 457 لجنة، ودي عبارة عن 15 لجنة عامة و 402 مقر انتخابي. تمام يا فندم. والحمد لله تم غلق اللجان منذ قليل. شكرا جزيلا لسيادتك على المتابعة، واحنا مع حضرتك ان شاء الله نباكر مع الفتح وان شاء الله مع الانتهاء اليوم الثالث والفرز ان شاء الله. شكرا لسيادتك. باذن الله. مع المستشار عبد الناصر بيه تايب رئيس لجنه متابعه محافظه سوهاج. مساء الخير يا فندم، بس على حضرتك و محافظه سوهاج عند 684 لجنه فرعيه 18 لجنه عامه. الانتخابات منذ الامس تسير بصوره غير طبيعيه لم تشهدها البلاد من قبل. اقبال كثيف جدا على اللجان دفعني ان احنا نعزز بعض اللجان في بعض الموظفين الاداريين بالتنسيق مع معاليك طبعا. دفعت النهارده باحد الساده القضاء احتياطي لمساعده الزملاء اللي في اللجان الفرعيه. تحية وجبة لسعادتك للتنسيق والدعم والمساندة في كل لحظة. شكرا جزيلا ربنا. شكرا جزيلا لسيادتك، وده واجب لينا تماما، وبشكر حضرتك والساده القضاه والمواطنين واهل سوهاج. بشكر سيادتك. عفوا. مع المستشار عماد بيه قائد رئيس لجنه المتابعه محافظه المنيا. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك المستشار عماد قائد رئيس محكمه المنيا الابتدائيه ورئيس لجنه المتابعه بالمنيا. حضرتك احنا عندنا 13 لجنه عامه و585 لجنه فرعيه. الحمد لله انتظم العمل من اول يوم. فأول يوم كان فيه تأخير بسيط للسادة القضاة نظرا لظروف الطريق، كان عدد محدود جدا، وفي اليوم الثاني ما كانش فيه المشكلة دي وكله انتظم في الميعاد، والحمد لله سيادتك الأمور بتسير على ما يرام، وفي كثافة كبيرة جدا جدا في بعض اللجان، وكانوا رسائل اللجان العامة بنفسهم بينزلوا مع رسائل اللجان الفرعية وبيساعدوا الزملاء هناك في تسهيل وتيسير العمل، والحمد لله كل الجهات هنا بتعاوننا سيادتك على أكمل وجه. وكنت احب انوه سيادتك ان في زميل كان رئيس اللجنه العامه في غرب صمالوط كان تعرض لوعكه صحيه، ويمكن سيادتك تواصلت معاه ووفرت كل السبل، والحمد لله طمنا عليه واتنقل فورا لمستشفى مصر الدولي، واحنا بنتابع معاه والحمد لله هو بخير وبسلام، وكان بيتفانى في اداء عمله لغايه اخر لحظه، كان مصر انه سيادتك يكمل رغم ظروفه الصحيه. ففي تفاني في العمل معاليك من كل الساده الزملاء والساده القضاه، وكلهم حابين جدا انه يشاركوا، ويعني في موده وحب وفي اخلاص في اداء العمل غير مظبوط. هو الزميل اللي سيادتك ذكرته طلب مني شخصيا عدم ذكر هذا لانه ده واجب وطني، وانا حتى قلت له ان انا هطلع الراي العام على الوعكه الصحيه اللي هو تعرض لها، ورفض ان هو يغادر المقر بالفعل، ولكن ما تواصلنا معاه وصممنا ان هو لازم يراعي الحاله الصحيه، وحتى قال لي يا ريت ما تذكرش هذا في التقرير. فيعني سيادتك بقى ذكرته هو راجل فعلا اهلا لهذا الامر، واحنا بنشكره على الملأ يعني. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، واحنا متواصلين مع حضرتك. شكرا يا فندم. معالي المستشار احمد بطلبه رئيس لجنه متابعه جنوب القاهره. ازاي سيادتك يا فندم؟ شكرا يا فندم. شكرا يا احمد بطلبه. احمد بطلبه ازاي سيادتك يا فندم؟ مع المستشار احمد بطلبه. شكرا رئيس لجنه المتابعه جنوب القاهره. ازاي سيادتك يا فندم؟ انا تمام. ازيك يا فندم؟ ازيك. اخبار سيادتك ايه؟ اخبار اللجان اللي تابع العامه والفرعيه اللي تابع سيادتك؟ الحمد لله انا فندم بتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئه الوطنيه للانتخابات على التنسيق الرائع الذي شعر به كل مواطن مصري، كما تقدم بالشكر للقيادات المحليه بالمحافظه وعلى رئاسات سيادة اللواء محافظ القاهرة لتعاونه المثمر معنا، والشكر للقيادات الأمنية بكافة تصرفاتها على الاستجابة لإزالة المعوقات التي تعثرت العملية الانتخابية وإن كانت بسيطة إلا أنها استجابة فورية، وعلى التنظيم والانضباط الذي تم بمعرفته. كم عدد اللجان العامة فندم اللي تابعة لسيادتك؟ منذ الساعات الأولى من صباح الأمس واليوم وحتى الآن، ويتواجد الناخبين على مقر اللجان الفرعية بصوره مكثفه جدا لم اشهد لها مثيل من قبل، واصفها بانها مظاهره حب للوطن. الحمد لله يا فندم. وهو يعكس الوعي السياسي للمصريين وحرصهم على اداء واجبهم الوطني المقرر لهم بنص الدستور.
عدد اللجان الفرعيه عندي 336 لجنه فرعيه، 18 لجنه وافدين، 18 لجنه حفظ، 18 لجنه عمل. تمام يا فندم. العمليه الانتخابيه بتسير بيسر وببساطه جدا جدا في توجيهات الهيئه الوطنيه للانتخابات، وشعور المواطنين بالعرف الانتخابي الرئاسي شعور يملا جميع المواطنين بالفرحه والبهجه والسرور. والى الان انا عندي بعض اللجان لذلك فيها كثافه عاليه من الناشئين بيبنونا باصل. بالفعل يا فندم، هو فعلا غرفه العمليات رصد ان في توافد وموجود بعض اللجان شغاله في شقه تعبان واماكن متفرقه في جنوب القاهره. انا بشكر حضرتك على المتابعه، واحنا متابعين مع حضرتك ساعه بساعه ان شاء الله، وباكر مع بعض ان شاء الله. مع الشكر الجزيل لسيادتك. شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. شكرا جزيلا. احنا في الوقت الحالي جاي لي لسه خبر ان انا قفلت محافظه انا تمام غلق كافه اللجان الفرعيه فيها، باقي اللجان قائمه. القاهره ما زالت زي ما سياده المستشار احمد بطلبه رئيس لجنه المتابعه جنوب القاهره ادلى بان بعض اللجان قائمه، وفي لسه رئيس لجنه العامه في الساحل ادلى بهذا الامر. هنطلع حضراتكم حتى نهايه اخر ناخب متواجد بجمعيه الانتخاب يمكن لإدلاء بصوته، وزي ما اتكلمنا الكثافات فاقت توقعاتنا، ولكن الحمد لله قدرنا نواجه هذه الكثافات ببطاقة الاقتراع تم توزيعها بطريقة أسرع لتفادي انتهاء أوراق الاقتراع في مقرات الانتخاب، وكذلك صناديق الاقتراع تم الدفع بيها وزيادة عدد السادة القضاة للدعم والجهاز الإداري. شكر جزيل لكل رؤساء لجان المتابعة ورؤساء اللجان العامة لأن مجهودهم واضح للكافة، تواجدهم على الأرض حل كافة المشاكل بسهولة ويسر، الوصول للحلول السريعة لتمكين كافة المواطنين لإدلاء بأصواتهم. شكر جزيل لكافة مواطنين مصر الذين أدلوا بأصواتهم والذين يشاركون في هذا العرس. بشكر حضراتكم للمتابعة، وهنتابع إن شاء الله باكر من بداية الفتح حتى نهاية العملية الانتخابية بالفرز إن شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك. بشكر حضراتكم فندم جدا للمتابعة.